أهلا بحضراتكم مرة تانية. من آخر التطورات في عملية تطوير التعليم، لقاء أجراء الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بوفد من مندوبي البنك الدولي لمناقشة خريطة العمل الخاصة بأولويات أجندة تطوير التعليم في مصر والمساهمة اللي ممكن يقدمها البنك الدولي لتحقيق تلك الأولويات. طبعا مشكلة التعليم عموما مش بس مشكلة ليها علاقة بالماديات أو بالتوفير المقابل أو الإمكانيات المادية، لا، هي مشكلة أيضا أفكار ومشكلة أسلوب تنفيذ خطة وخريطة واضحة لتطوير عناصر مختلفة، وبتختلف وتتعدد هذه العناصر علشان في الآخر نصل إلى عملية تعليمية سليمة تخرج طالب عنده القدرة على المعرفة أولا والمنافسة على مستوى العالم ثانيا. خلينا نتكلم بشكل مفصل أكتر حول هذه المحاور مع الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. صباح النور. زي ما قلت، منظومة التعليم متشعبة الأطراف وفيها بقى ما له علاقة بالمدرس، ما له علاقة بالمنهج، ما له علاقة بساعة الفصول، الإمكانيات. لكن خلينا نتكلم على حاجة حضرتك يعني أثرناها قبل ما نطلع هوا، هي فكرة الامتحان، والامتحان اللي بيقيم الطالب في النهاية ويشوف ويقيس قدرته على الاستيعاب وفهم المواد اللي تلقاها، وإلى أي مدى الامتحانات في مصر قادرة على قياس ذلك بالفعل والتطوير اللي لازم يدخل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. زي ما حضرتك أشرتي أن منظومة التعليم ككل هي مكونات وعناصر، واللي احنا لمسينه ككل أن هناك خلل في هذه المنظومة، خلل في أغلب أو معظم الجوانب المكونة لهذه المنظومة، حتى بالمعنى البعيد منظومة الثقافة، ثقافة التعليم وفلسفته. مش بس الإمكانات المادية زي ما حضرتك أشرت هي الموضع الخلل، لكن إحنا في دول كتيرة زينا وأقل مننا وعندها منظومة تعليم أفضل بكتير، وده بيبان في الدراسات الدولية زي التيمس والبيزا والبيرلز. الفكر التربوي الحقيقي اللي هو بيترجم ثقافة الأمة وثقافتها متمثلة في نظام تعليمي جيد يحقق الهوية ويضمن العدالة لأفراد المجتمع ككل. لما باجي أشوف تشريحي لمنظومة التعليم بجد أن هناك أعمال تطوير في بعض الجوانب، بس قد تكون بشكل غير منظومي أو يعني إذا تجاوزت وقلت بشكل عشوائي. التجاوز التطويرات اللي بتتم وبينفق عليها زي الأعمال الممولة بدون خريطة شاملة لهذه المنظومة ما بتأتيش ثمار حقيقية على تطوير التعليم الحقيقي، وبالتالي بنجد كل سنة عن سنة بتزيد المشكلات. واللافت للنظر مثلا زيادة مشكلات الدروس الخصوصية، زيادة مشكلات التسرب، زيادة مشكلات عزوف الطلاب عن حضور المدارس أو الدخول في المدارس أو أصبحت المدارس طاردة، كل هذه المؤشرات بتدل على أن هناك خلل كبير في المنظومة. أعمال التطوير العشوائي بتستنزف طاقة الأمة ومواردها، لأنك بتصرف على حاجات مش في إطار منظومة متكاملة. صحيح. وبالتالي يعني على سبيل المثال مش الحصر، منظومة التقويم اللي هي الامتحانات زي ما حضرتك أشرتي هي عصب منظومة التعليم، ولن ينصلح حال التعليم إلا إذا انصلحت منظومة التقويم. ومهما حدث من تطورات في الاستراتيجيات وفي تطوير أداء المعلم وفي رفع الكفاءة المهنية لكل العاملين في منظومة التعليم، ويظل التقويم بهذا الشكل لن يكون عندنا تعليم جيد ولن تكون عندنا تعليم وفقا للمواصفات القياسية. العلم الحديث في العلوم التربوية ما سابش حاجة بصراحة، يعني ادانا كل شيء، ادانا عمل للمعلم وامتى اقول على المعلم جيد في ضوء مواصفات قياسية، ادانا مواصفات للتقويم امتى اقول التقويم ده كويس وإمتى أقول التقويم مش كويس في ضوء محكات ومعايير. إذن الحكم ما عادش أصبح عشوائي ولا انتقائي ولا ذاتي، أصبح دايما بنتحدث بلغة المواصفات القياسية
للأداء. عندي مواصفات للاستراتيجية، عندي مواصفات للتلميذ، عندي مواصفات للخريج، عندي مواصفات للإدارة التربوية. إحنا فين من تحقيق هذه المواصفات؟ يعني المسافة بعيدة بيننا وبين تحقيق جودة التعليم، جودة حقيقية يعني. المسافة بس مش عايز أقول إن الصورة سودة لهذا الدرجة كل الحكاية. طبعاً بس يعني ينبغي لما ندخل إصلاحات أو نحاول نطور بقى صح. تطور في مراكز الضعف فعلا بالتأكيد. طيب خلينا نبتدي من الموجود حاليا وفي نظام التقييم زي ما حضرتك قلت أو الامتحان ما, نعم. ما جرى اطلاق عليه اسم امتحان، إلى أي مدى هو فعلا في مصر بيقيس مدى فهم الطالب وإدراكه للمادة اللي بيتعلمها؟ أنا أحب أوجه حديثي للقادة المسؤولين عن التعليم. التقويم 4 مراحل كمنظومة. مرحلة ما قبل الامتحان، ودي بتتطلب اختيار الأشخاص اللي هيقوموا بإعداد الامتحان، مين هو وتدريبه ورفع كفاءته في إعداد الاختبار. 2، بعد إعداد الاختبار في ضوء أما يعد الاختبار، الضمانات اللي تضمن العدالة والموضوعية والدقة والسرية عشان ما يتسربش. 3، إزاي أطبق الاختبار. عملية التطبيق، إزاي الأولاد يقعدوا، إزاي وأضبط اللجان عشان برضو ما يحصلش نوع من أنواع الغش بأنواعه المختلفة. وبعدين الأهم والمهملة كتير، أعمال تقدير الدرجات، إزاي المعلم يقدر يقدر درجة الطالب بشكل موضوعي وبشكل عادل وشفاف وواضح ومطابق للمواصفات. وبعدين في الآخر نعلن النتائج. في كل مرحلة من المرحلة دي، أي خلل في أي من المرحلة يفسد المنظومة وبالتالي ينعكس ذلك على نظام التعليم ككل. أما أجي أشوف الفكر بتاعنا إحنا، حتى الفكر الإعلامي حتى كمان، عن فكرة إن الامتحان لابد إن يكون في مستوى الطالب المتوسط وفي مستوى الطالب مش عارف إيه، الكلام أفسد العقول وأفسد الأفهام عند ولي الأمر، وخلى ولي الأمر يلجأ إلى أساليب قد تكون غير مشروعة في الحصول على الدرجة. كلنا بنشتغل على الامتحان، لأن الامتحان بيترجم إلى درجة. صحيح. والدرجة دي اللي بتدخل ابنك الكلية، وبالتالي بيتصارع الجميع، المعلم بيتصارع بشكل، وولي الأمر بيتصارع بشكل، والولد أو الطالب بيتصارع بشكل عشان يحصل على أعلى درجة في الامتحان. والامتحان لم يبرح مكانه من 20ات القرن الماضي، دايما بقول كده، من زمان قوي ما طرأش تغير على الورقة الامتحانية. يعني اللي يشوف الورقة الامتحانية، إيه المشاكل اللي فيها يا فندم؟ إيه مشاكل الورقة الامتحانية الموجودة حاليا؟ حاضر. أول مشكلة، مشكلة الفهم، إن ده علم. بعض القيادات لا تؤمن بأن علم القياس والتقويم هو علم حديث. علم له أصوله وله قواعده وله ناسه وله رجاله. مش كل الشأن التربوي يفهم في هذا العلم. يعني هو علم زي مثلا، أنا يعني ببسطها للسادة المشاهدين، زي جراحة المخ والأعصاب، علم حديث كانش موجود مثلا من 20 سنة أو من 30 سنة. مش أي جراح يشتغل مخ وأعصاب، مش أي جراح. لكن صاحب الرأي وصاحب الفهم في هذا الإطار هو المتخصص في القياس والتقويم، علم القياس والتقويم. وده أحد الجوانب الرئيسة اللي بتفسد نظام التقويم في مصر. أن يعهد إلى غير المتخصص، وكأن أي من يحمل بي اتش دي في التربوي يقدر يفتي فيه ويقول لك الامتحان إيه. حتى على مستوى المدرسين يقول لك هو الامتحان ده مش محتاج تتكلم فيه، هات الورقة، هات الاختبارات، الكتاب، وأنا أحط لك 20 امتحان دلوقتي. ايوه بس امتحان المفروض الامتحان يقيس غير مطابق للمواصفات، لا، ويقيس قدرات الطلاب بمستوياتهم المختلفه. تاكيد يعني وبعداله وبشفافيه وبوضوح وبشمول وبتكامل، حاجات كتيره في مواصفات الورقه الامتحانيه، في مواصفات الامتحان. الامتحان ده يعتبر بينظر اليه كميزان بيزن القدره التحصيليه للمتعلم، بدون لا تاثير اسمه ولا سنه ولا ديانته ولا لغه ولا اي حاجه، ميزان. وهذا الميزان كمان يحس بأي تغير ملحوظ. يعني مثلا على سبيل المثال عشان السادة المشاهدين، لو عندي ميزان بيبدأ من 5 كيلو ما يحسش ب4 كيلو ولا ب3 كيلو. بالتالي 3 و2 و1 كيلو هيبقى 0، هو بدايته من 5. كذلك الاختبار لابد أن يكون منخفض القاعدة، يعني يحس بالطالب حتى الضعيف، مش أي طالب يلاقي ضعيف يلاقي حاجة يجاوبها. بالتأكيد. يعني الطالب الضعيف بالتأكيد. يلاقي حاجة، يلاقي سؤال يعرف يجاوب عليه. بالضبط. والأخطر من كده إن ما يكونش سقف واطي.
يعني ما يكونش منخفض السقف، يعني بحيث ان اللي مستواه 90 يجيب ال 100%، واللي مستواه 95 يجيب ال 100%، لا، لابد ان يكون سقف الامتحان عالي، بحيث ما الاقيش طالب، ما فيش حاجه اسم طالب يحصل على درجه 100% دي. يعني مش عايز اقول يعني موجعه قوي، ومش طالب ده، انا يعني في بعض الاحصاءات الخاصه بنتائج الثانويه العامه نسبه 33% من بعض المواد الدراسيه بيحصلوا على الدرجه النهائيه. ودي مش كارثه، دي مصيبه. يعني ازاي اللي حط الامتحان ده حطه ازاي، واللي صححه ازاي؟ يعني نسبه العالم كله اللي بيتحدث فيها نسبه الحاصلين على الدرجه اللي هي فوق ال 98% لا تزيد عن 14% من 100%. مش 14% عشان بس الساده المشاهدين، يعني الرقم خطير، 14% من 100% اللي هي نسبه من حصل على 98%. احنا لما بنشوف الامتحانات بتاعتنا بنلاقي، بقول لحضرتك، بتصل لعشرينات وثلاثينات في الميه. يعني من كل 100 طالب في 20 طالب جايبين 100%. ده مش امتحان، دي مش منظومه، دي مؤشر خطير. لابد ان نعي تماما ان خطوره ومشكلات التعليم تنحصر او تبدا من التقويم. وعشان طيب كده في بعض المدارس او بعض الدراسات بتقول انه ممكن يعني التقليل من قيمه الامتحان ده، يعني بما معناه انه تقييم الطالب على مدى السنه بمشاريع بابحاث بادائه في الفصل، يعني تقييم الطالب في حالته الطبيعيه انه هو منطلق بيبدع ما عندوش ضغط وستريس ورهبه الامتحان، ده هو التقييم الحقيقي. لانه احيانا بيدخل حد مذاكر او فاهم ويحصل له اي نوع من الارتباك وما يبقاش في النهايه اداؤه في الورقه في الساعه ونص اللي هو قعدهم دولت اداء حقيقي او فعلا يبرهن حقيقي اذا كان فاهم او مش فاهم. يعني فعلا هو ممكن يكون فاهم وعارف وعنده كتير قوي من تحصيل الماده اللي هو داخل يمتحن فيها، بس النتيجه تطلع غير كده بسبب عوامل تانية. تمام، زي ما حضرتك بتشيري، هو ده ما احنا ده اللي بنسميه التقويم الشامل. اللي الناس يعني مش عارف يعني رفضته ولفظته. التقويم الشامل هو ده احد الترجمه الحقيقيه اللي حضرتك بتقول ايه، ان انا بقوم الجوانب المختلفه للمتعلم، بقوم على مدار العام، بقوم باساليب مختلفه منها الامتحان. بس انا عايز اقول حاجه، يظل الامتحان هو الفيصل، يعني له المكانه المقدسه، بس لما نعمله صح. يعني احنا ما نشتكيش من الامتحان وما نحاولش نغير اسلوب الامتحان الا اذا كنا يعني بنعد الاختبار بشكل منهجي وموضوعي جيد، ثم تحدث مشاكل. احنا حتى الان ليس لدينا القدره على اعداد اختبار جيد يقيس القدره التحصيليه للمتعلمين بشكل موضوعي. ليه؟ لان نمره واحد، انا هسال قيادات وزاره التربيه والتعليم، واضعي الامتحانات الثانويه العامه بالتحديد، اسال كل واحد كده كم دوره تدريبيه حصلت عليها في اعداد الاختبارات. هو متخصص في مادته، ومتخصص في الفيزياء، متخصص في اللغه الانجليزيه، لكن انك تبقى متخصص في الماده حاجه وانك تعرف تحط امتحان ليها حاجه تانية. بالظبط. وبالتالي هو بيحط في ضوء فكره، وعشان كده الاختبار بهذا الشكل سهل الاختراق. وسهل كتير قوي ان مدرسي الدروس الخصوصيه يتوقعوه، ولي الامر معذور، لان المدرس الدروس الخصوصيه بيتوقع اكتر من نسبه 90% من الامتحان، ويقول للاولاد هيجي لكم بكره كذا. وبالتالي فعلا يجي، لان الامتحان لم يوضع وفقا لمواصفات قياسيه لاعداد الاختبار. لان واضع الاختبار نفسه، انا مش عايز يعني اتهمه بحاجه، ولكن برضه ما تدربش، ما تحطش تحت برامج تدريبيه مكثفه ازاي يصيغ اختبار يكون بشكل ميزان، يحس بأي تغير في القدرة التحصيلية ولا يتأثر بالعوامل الأخرى. حتى كمان لما بنقول أعمال تقدير الدرجات، العالم تصحيح الورقة الامتحانية، يعني أما بنصحح ورقة الطالب، يعني التصحيح ده برضو تطور كتير جدا. وإحنا شفنا في الدراسات الدولية في التيمس وفي البيزا وفي البيرلز بعض الأساليب المنهجية اللي ممكن تضمن العداله للمتعلم، عشان زي ما حضرتك ذكرتي قبل اللقاء ان الامتحان خبراته عندنا دايما سيئه، دايما اللي داخل الامتحان بيرتبك
دايما الامتحان مرتبط بالقلق. والقلق عالي كمان لدرجه ان هو ممكن يؤثر زي ما حضرتك ذكرتي على ادائه، لان دايما مش عايز اقول يعني خبرات الفشل مرتبطه كتير بالامتحان، يعني دايما خايف من عداله، خايف ان ما تصححش ورقته كويسه، خايف الامتحان يجي مش مطابق، خايف خايف خايف، فداخل اصلا مرتبك. طب احنا ليه بنرعب اولادنا؟ ليه ما يكونش الامتحان حاجه ممارسه زي اللي بيمارسها كانشطه، حاجه محببه؟ طبعا المسافه كبيره عشان نوصل الى ان يكون الامتحان شيء ميسر وشيء محبب للطفل او للمتعلم، ان يخش الامتحان كانه داخل يعني يعمل تجربه معمليه او يعمل نشاط بيحبه او نازل يلعب رياضه. عشان نوصل لدي لابد ان يكون التقويم موضوعي وعادل. عشان كده انا بحب اشير الى ان العنوان الرئيسي للمركز القومي للامتحانات التقويم مدخل لاصلاح منظومه التعليم. تمام. يعني كل عناصر المنظومه من مؤسسات وافراد كل عينيها على الامتحان، ومهما حدث من تطورات في الجوانب المختلفه، في الاستراتيجيات، في الكتب الدراسيه، في الانشطه، لو ويظل الامتحان مش زي ما هو صح كله هيرجع وهيشتغل على حسب الامتحان. تمام. ولذلك انا يعني بتمنى ان انا يعني اتمنى على القياده التعليميه وعلى وزاره التربيه والتعليم بشكل اخص اني يعني تتعهد عامين لاصلاح منظومه التقويم. يعني شغلنا كله. طب هل حضرتك شايف ان في تجارب مثلا متنفذه في بلاد بعينها جديره بان احنا نستعين بيها او تبقى دليل لينا في اصلاح منظومه التقويم عندنا؟ في مصر كمان يا فندم. يعني انا تابعت بعض المؤسسات زي مدارس الستيم وما يتم بها من اعمال تقويم، دي مدارس مصريه ويتم فيها انشطه تقويم جيده. في مدارس النيل وان كانت بتستورد انظمه التقويم من دول غربيه زي ما هي كده، لكن برضو احنا يعني انا مش هطلع بره اشوف، انا بس اشوف اللي هنا. اشوف المؤسسات اللي عندنا اللي هي بتعهد نظم تقويم حديثه شويه، متطوره شويه، ازاي بيديروا عمليه التقويم، ازاي بيتم تقويم الانشطه. يعني طلاب الستيم زي ما حضرتك اشرتي التقويم بتاعهم يختلف عن تقويم الورقه الامتحانيه وكده. وبالتالي انا عندي تجارب مصريه، عندي تجارب في مؤسسات مصريه، طبعا عندي فكر في تربوي، وعندي متخصصين في القياس والتقويم. عندنا ما شاء الله علمائنا الحمد لله رب العالمين بيطوروا انظمه التقويم في العالم العربي والعالم الغربي، ولكن هنا في مصر ما بيستعانش بيهم. فانا اتمنى ان يتم الاستعانه بهم، خاصه المشهود لهم علميا بالكفاءه في مجال القياس والتقويم التربوي. لان هم دول الخبرات الحقيقيه اللي ممكن يحدثوا نوع من انواع التغير الحقيقي في منظومه التقويم، وبالتالي ينعكس ذلك على منظومه التعليم، يبقى عندنا تعليم يعني خطواته جيده. تمام. طيب بعد يعني تاني عنصر حضرتك شايف انه لابد انه يكون من اولويات عمليه التطوير بعد منظومه التقويم في العمليه التعليميه، تمهين وتدريب ورفع كفاءه المعلم الماديه والمهنية. يعني كل ده برضو مرتبط بأن معلم يقوم بأداء ويبقى قابل للتطوير، لأن أنا العمود الرئيسي لعملية التعليم هو المعلم. هو المعلم هو اللي هيحط الامتحان، هو المعلم هو اللي هيدرس، هو المعلم هو اللي هيدير الأنشطة الطلابية. فالمعلم لابد أن تكون هناك برامج جيدة، وده اللي بدعو به الأكاديمية المهنية للمعلم والهيئة القومية لضمان جودة. عندنا مؤسسات قومية بصراحة يعني مفترض ان يكون فيها نوع من انواع التكامل اكتر من كده. انشطه التقويم وانشطه التدريب وانشطه المراقبه والمتابعه من الهيئه القوميه عند المركز القومي للامتحانات وعند الاكاديميه المهنيه للمعلم وعند الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم. نفسي يبقى فيه نوع من انواع الترابط العملي مع بعض، ده بيعمل حته وده بيعمل حته وده بيعمل حته في شكل متكامل. لكن مش كل واحد بيشتغل في وديه. برامج التقويم بتتم في المركز القومي للامتحانات والاكاديميه المهنيه للمعلم بتدرب على متعلم على عمل الامتحانات. شوف اللينك اللي بينهم قد ايه في عمل التقويم. نشوف اللينك اللي بين الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم اللي هي بتعهد تنفيذ مثلا او اعتماد المؤسسات التعليميه ضمن منظومه القياسات او منظومه المعايير. فين اللينك اللي بينها وبين المركز القومي للامتحانات؟ لان دي مؤسسات بتعتمد ادوات، بتنزل تشوف المدارس دي بتقول المدرسه دي كويسه او مش كويسه، او المعلم ده كويس والمعلم ده مش كويس، في ضوء ايه؟ في ضوء معايير. وبالتالي هذه المعايير
المفترض بيشارك فيها كل هذه المؤسسات، لان لان الاكاديميه المهنيه للمعلم هي اللي بتدرب المعلم ده. ايوه. نقابه المعلمين هي اللي بتراقب اداء المعلم وهي اللي بتحكم على درجته الوظيفيه. وزاره التربيه والتعليم هي الميدان الفسح اللي هو اللي بيتلقى كل هذا، والاكاديميه والهيئه القوميه لضمان جوده التعليم. لابد من احداث نوع من التكامل الحقيقي، مش تكامل بقى يعني زي ما احنا التكامل الورقي موجود صحيح والكلام موجود كتير والطنطنات والحاجات اللي. لكن كوجود تكامل حقيقي في تضافر الجهود دي كلها بتاعت المؤسسات الوطنية دي كلها، انها تحدث نوع من التغيير وتحدث نوع من التطوير الحقيقي في منظومة التقويم مثلا، وتبدأ تنتشر الى تطوير منظومة المعلم من حيث الكفاءة المهنية، من حيث حقوقه المادية، لأن برضو لابد أن أراعي أن للمعلم حقوق مادية، إذا لم تتوافر أنا زي اللي بيقولوا يعني بتكلم بس، فلابد أن تكون هناك. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فتح الله الخبير التربوي، والحديث يطول طبعا عن منظومة التعليم وكيفية تطويرها. شكرا لوجودك معنا. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح، ونتحول لزميلة ماجدة القاضي وأخبار الاقتصاد. صباح الخير منى. وصباح